من أكتر الصور اللي لما تقرأها بتفكرك تشعر بجبر الخطر في قلبك لو كنت في دقيقة هي صورة الضحى. بيها اتجبر خاطر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصورة الضحى بتحكي قصة حب بين الله ورسوله. معلومة مهمة، صورة الضحى هي الصورة رقم 11 في ترتيب نزول الصور 114 على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي في بداية الدعوة. سبب النزول إن في بداية نزول الوحي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعوته للمقربين من أهله وتكذيب بعضهم زي أبو لهب عمه، بعدها بفترة قليلة انقطع الوحي عن سيدنا محمد تقريبا لست شهور حتى حزن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجات له الشامتة أم جميل حمالة الحطب زوجة أبو لهب وتقول له أرى ربك قد قلاك، يعني تركك بسبب استغناءه عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى جبرا لخاطر رسوله وإظهارا لحبه للنبي، قال والضحى. ربنا بيقسم ببداية الصباح وشروق الأنوار، والليل إذا سجى، يعني إذا دخل بظلامه الهادئ ومشاعره الهادئة. بيحلف ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام بعظيم مخلوقاته، ما ودعك ربك، ربنا مش سايبك لعدم احتياجه ليك، وما قلى، يعني ما ترككش لعدم استحقاقك للرسالة. وللآخرة خير لك من الأولى، يعني يا محمد هتكون كل لحظة جاية آخرة خير لك من اللحظة السابقة في الارتقاء إلى الله سبحانه وتعالى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الآية دي آية جبر الخاطر، وآية إظهار مقام رسول الله عند الله، وآية الحماية للمؤمنين بسبب وجود النبي عليه الصلاة والسلام في حياتهم دنيا وآخرة. سيدنا ابن عباس بيقول لما نزلت وسوف يعطيك ربك فترضى، قال رضا رسول الله أن تدخل أمته كلها الجنة. مبروك يا أمة النبي عليه الصلاة والسلام، رضا النبي في نجاتكم دنيا وآخرة. وسيدنا علي بن أبي طالب بيقول يا أهل العراق إنكم تروا أن أرجى آية، يعني أكتر آية فيها رحمة، إنكم تروا أن أرجى آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ده رأيكم إن دي أرجى آية، ونحن آل البيت نرى أن أرجى آية ولسوف يعطيك ربك فترضى، لأنه لا يرضى صلى الله عليه وسلم وواحد من أمته في النار، وفي رواية لأن رضاه الشفاعة، إنه يستسمح ربنا أن كلنا نخش الجنة. ثم ذكر ربنا بعد كده في الصورة لرسول الله ثم لينا بعد كده صفات الولاية، صفات الناس اللي ربنا بيتولاهم بعنايته ورحمته. قال له ألم يجدك يتيما فآوى، آواك الله لما وجدك يتيما مما سواه. ده انت ملكش غير ربنا يا محمد، واللي ملوش غير ربنا، ربنا دايما معاه. ووجدك ضالا فهدى، ضالا لها ثلاث معاني، فحق النبي دايما نروح بعقولنا الأشرف المعاني. أول معنى من معاني ضالا يعني خارج عن طريق الحق، دي تليق بينا إحنا، أنا كنت ضال وربنا هداني. والمعنى الثاني يعني مغرم محب، وجدك ضالا يعني مغرما محبا فهداك إلى النبوة. والمعنى الثالث شجرة ضالة، يعني شجرة لوحدها في الصحراء في وسط الصحراء، يعني وجدك متفرد ضالا فهدى الناس إليك. ووجدك عائلا، عائل لها معنيين، رقيق الحال فأغناك بالسيدة خديجة الغنية، أو عائلا، وده المعنى الأقرب لحال رسول الله، يقولك متزوج ويعول يعني مسؤول، عائلا يعني كنت حاسس بالمسؤولية تجاه البشر، وجدك عائلا خايف على الناس وبتحبهم فأغنى، أغناك بالعلم الموصل لله. وجدك يا رسول الله ليس لك إلا الله، وجدك محب متيم، وجدك مسؤول عن من حولك. صفات الولاية دول اللي ربنا بيتولاهم وعلى رأسهم سيدنا رسول الله. ثم جاءت الوصية، فأما اليتيم فلا تقهر، يعني كن لليتيم كالأب الرحيم، فخدها النبي فعاش بيها رحمة للعالمين مش بس لليتيم. وأما السائل فلا تنهر، يا رسول الله لو جاءك من يسألك في أمر الدين فلا تنهره وكن حنونا عليه. والحقيقة الوصية لكل واحد بيكلم الناس عن ربنا، اوعى تنهر العاصي وكن حنونا،
إذا سألك عن طريق الله، وأما بنعمة ربك فحدث. بيقول له مهما مر بيك من محن لا تتكلم عن الله إلا بكل خير، عن عطاء الله وعن رحمة الله وعن ولاية الله لك، لأن الله معك. ومش بس بيقول لك معاك، ده بيحلف لك بالأكوان أنا معاك، والضحى والليل إذا سجى. الكلام كان لرسول الله ولكل محب ملوش غير ربنا سبحانه وتعالى. فاللهم أعطنا حتى ترضينا، وشفع رسول الله فينا.